السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد سماح التحالف العربي للوفد الطبي الروسي بإنقاذ حياة صالح وطبيعة التحول السياسي السعودي لإدارة ملف الأزمة. أكد مصدر محلي تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لإنقاذ حياة الرئيس المخلوع صالح بعد تدهور صحته فجأة، وكشف المصدر أن التحالف سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء للإشراف على حالته ومعالجتها. يأتي هذا التطور في ظل انتقادات كثيرة توجه للتحالف العربي، خصوصا فيما يتعلق بالمعاناة التي يقاسيها اليمنيون جراء الحظر الجوي على السفر والتنقل، وهو ما طرح تساؤلات عدة لدى متابعين حول طبيعة توجه التحالف العربي فيما يخص إنقاذ حياة صانع الحرب وترك اليمنيين يموتون في مطارات العالم المختلفة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف أمام هذا الموضوع لنناقشه في محورين: في أي سياق يمكن فهم سماح التحالف العربي للوفد الطبي الروسي من إنقاذ حياة الرئيس المخلوع، وما هي طبيعة التحول السياسي لإدارة التحالف العربي لملف الأزمة اليمنية؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. لا خط واضح يحدد ملامح انتهاء الحرب، ولا هدف معروفا لشكل السياسة التي تدير بها المملكة السعودية تدخلها في اليمن. هذا ما وصل إليه المتابعون بعد 3 سنوات من العاصفة التي قادتها لإعادة الشرعية، أو هذا ما تقوله الحقائق السياسية بعد كل هذه المدة. الوضع المتقلب عسكريا وسياسيا والأهداف التي انحرفت بوصلتها تدريجيا لشكل تعاطي التحالف مع الملف اليمني لم تكن وحدها التي أثارت حفيظة المتابعين، بل كان السماح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء لإنقاذ حياة الرئيس المخلوع بعد تدهور صحته فجأة هو من أثار التساؤلات أكثر عن حقيقة ومغزى الحرب التي يخوضها التحالف ضده منذ أكثر من عامين. نقل الفريق الطبي إلى صنعاء وإجراؤه عملية جراحية للمخلوع وصفت بالناجحة وضع تساؤلات عديدة حول طبيعة الحظر الجوي من التحالف، والذي يقاسي تبعاته فقط أولئك المواطنون المحاصرون والعالقون في مطارات العالم المختلفة، فمنهم من يموت دون أن يصل للعلاج ومنهم من لا يستطيع العودة. لم يعد ثمة جديد فيما يخص معرفة دلالات وأبعاد خط السياسة المتباين الذي ينتهجه التحالف بقيادة السعودية في اليمن، بل أصبح السؤال الآن إلى أي مدى يمكن أن يغير هذا في شكل الموقف الدولي مستقبلا، خصوصا فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الذي فرض عقوبات على صالح وعدد من أتباعه. إذن يعود التوجس المحلي من شكل التعاطي الإقليمي والدولي للملف اليمني، خصوصا بعد محاولات عديدة لإنقاذ صالح من هزيمة تحيط به من كل الجهات. وأمام كل هذا التقلب ما يزال أمام اليمنيين مشوار طويل لتحقيق أحلام السلام وإعادة شرعية الدولة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي والعسكري العميد حسن الشهري. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك سيادة العميد. بعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل وكل هذه العمليات العسكرية التي شنتها المملكة العربية السعودية والتحالف العربي على الإنقلابيين الحوثي والرئيس المخلوع، ما الذي يعني سماح التحالف العربي لوفد طبي روسي يصل صنعاء لعلاج وإنقاذ حياة الرئيس المخلوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع. مرحبا بك. سماح التحالف بدخول الوفد الطبي الروسي لمعالجة صالح أمر طبيعي. صالح عندما حاول اليمنيون اغتياله في مسجد الرئاسة وحرقه بالكامل تصدت المملكة لذلك وأرسلت طائرات استخلاء طبي القوات المسلحة السعودية لإخلاءهم هو وغيره من المصابين، تم معالجتهم جميعا والعناية بالرئيس والسابق، وأجري لها أكثر من عملية ما فيها عمليات تجميل حتى عاد كما كان. المواضيع الإنسانية تسبق أي عمل آخر مهما كانت مواقف المخلوع، وهذا مؤشر على أن التحالف عندما يدير عمليات العسكرية في اليمن للمساهمة مع الشرعية وطلب من الرئاسة اليمنية للسعادة سيادة اللواء، معذرة على المقاطعة، عفوا سيادة العميد معذرة على المقاطعة، وهل وضع الآن وتعامل التحالف العربي والمملكة العربية السعودية مع الرئيس المخلوع كتلك الفترة التي تم استهدافه في دار الرئاسة عندما كان لا زال رئيسا لليمن
الآن هو انقلابي وضد الشرعية وضد التحالف العربي الذي هو الآن يقود عملية عسكرية مع الحكومة الشرعية ومع الرئيس عبد ربه منصور هادي، كيف يمكن فهم الأمر؟ لم يكن بمفرده صالح المخلوع هو الانقلابي، كان مع شريحة كبيرة من اليمنيين مع الأسف ولا زالوا إلى الآن من نعم. يقتاتون على الـ على الـ على من يدعمون المشروع الإيراني مع الأسف يقتاتون على المال القطري وغيره من أحزاب وأفراد وشخصيات معروفة. المهم في الموضوع انه التحالف الموضوع الانساني لديه قبل اي عمليات عسكريه. صالح لو انت دكتور في عمليات عسكريه في الميدان وخصمك عدو حرب، وهل القوانين الدوليه واخلاق الحرب ولكن التحالف العربي تحدث اكثر من مره بانه عندما كان يريد على وجه التحديد استهداف القاعة الكبرى كانت هو بذريعة استهداف الرئيس المخلوع العدو الأول بالنسبة للشرعية وبالنسبة للتحالف والسعودية والتحالف العربي بشكل عام. علي عبد الله الصالح وعبد الملك الحوثي رأسي أفعى ويفترض نعم. اليمنيين بتروهم من كيف يمكن إذن إنقاذ الأفعى سيادة العميد؟ لأنه من أنقذ الأفعى هو مع الأسف 5 مليون يمني لا زالوا يرابطون حولهم إلى الآن، ومنعوا الشرعية من استعادة هيبتها واستعادة الدولة، ومنع أي مشروع صفوي يستبيح الأرض والعرض اليمني مع الأسف. طيب إذن السؤال الأهم سيادة العميد إذن السؤال الأهم، إذن لماذا لا يفتح مطار صنعاء وتوقف هذه الحرب ويسمح لليمنيين بالتنقل، وإذن لماذا جاءت عاصفة الحزم أصلا إذا كان بهذه الصورة التي تتحدث عنها؟ مطار صنعاء أغلق لأنه استخدم لي 14 رحلة يوميا لإيصال الأسلحة والمتفجرات والألغام وأجزاء الصواريخ ووقود أيضا للصواريخ وللخبراء وخلافه من إيران ومن حزب اللات ومن مناطق أخرى. ثم الموضوع بيد الشرعية، الآن مطار صنعاء بيد الشرعية وهناك مفاوضات حول المطار، هناك مفاوضات حول ميناء الحديدة، هناك ضغوط بيئيه دوليه بهذا الميناءين مع الاسف. الخلل واذكر الخلل مع احترامي 75% من اليمنيين مع الشرعيه ارضا وشعبا، 25% المتبقين مع الاسف ارضا وشعبا ضد الشرعيه، وهم من يعمل على القتل والتدمير وعدم احترام الانسانيه. هذه الخلق العسكريه من قبل التحالف لإنقاذ حياة إنسان. سيادة العميد سيادة العميد مليارات من أجل نعم. الشعب اليمني. سيادة العميد إذا كان الوضع بالصورة الإنسانية التي تتحدث عنها، إذن لماذا الطيران يستهدف أكثر من مرة لأحياء مدنية وناس أبرياء بتهمة أنه البحث عن أحد القيادات التي تتبع رأس الأفعى الرئيس المخلوع وعبد الملك الحوثي؟ هذا نوع من الجلد الذات، حتى التقرير اللي سمعت عليه نوع من الجلد الذات، لم يثبت ابدا ان طيران التحالف قام بعمليه عسكريه ضد اي مكان مدني. هناك اكثر من 4300 هدف عسكري حيوي ممنوع الاقتراب منه ضمن قواعد استهداف القاعه الكبرى في صنعاء واستهداف حي الهنود في الحديده واستهداف بيت الاعراس في المخا. ما هي الاهداف التي استهدفوها؟ القانون الدولي يسمح للقوات العسكريه باستهداف اي مكان تتواجد فيه قوات عسكريه. الخلل في من تواجد في المكان الذي اقدم اولئك الانقلابيون لدخوله واحتلاله ومن نعم. ثم استهداف المدنيين او دول الجوار من خلاله. نعم. القوانين الدوليه واضحه في ذلك. سياده العميد نعم اسمح لي نعم بشير نعم تفضل سياده العميد تفضل. وأنا من المتابع والدقيق للشأن اليمني، أتمنى الأمن والاستقرار لليمن، وهذا ما تعمل عليه دول التحالف كاملة. الآن الكرة في الملعب اليمني، الشعب اليمني يجب أن يقوم الآن، وإحنا نتابع ابتهاج اليمنيين بثورة 14 أكتوبر قبل 54 عام، عندما كان هناك رجال مخلصون من أجل اليمن، عندما كان هناك قبلها بعام في سبتمبر رجال أيضا لا يقبلون في الجنوب نعم. الاحتلال الغازي، وفي الشمال لا يقبلون الذل من الولاية الفقيه نعم. وبالتالي يجب على الشعب اليمني أن ينهض ليستعيد كرامته ودون نعم. تدخل من الآخرين. ثق أن لو كان لدى الرئيس الشرعي مقدرة على الإطاحة وردع الانقلابيين وعدم تسليم اليمن
للصفويين إيران كما حدث في العراق وسوريا لما كانت التحالف تدخل. طيب سيادة العميد، نعم تدخله ليس نعم. ليس حربا، إنما عمليات عسكرية فقط لدعم طيب. الشرعية. إذن اسمح لي أن أشرك سيادة العميد، نعم معذرة على المقاطعة، اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز المجيدي بن تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الخير عليك وعلى وجهك الكريم. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. ربما يعني سمعت ما طرحه ضيفنا من المملكة العربية السعودية العميد حسن الشهري، وأيضا قراءتك للسماح بوصول وفد طبي لإنقاذ حياة الرئيس المخلوع، العدو الأول الذي كما يقول التحالف العربي أنه العدو الأول بالنسبة لليمين وبالنسبة للتحالف وضد الشرعية. الواقعة هي ليست صادمة وليست مفاجئة أيضا، لأنها جاءت أيضا في سياق يبدو بدأ منذ نهاية العام الماضي. نعم. وتحدثت الكثير من التقارير بما فيها تقارير صحف ومجلات دولية معنية بالشأن الاستخباراتي، قالت بأن هناك اتصالات بين المملكة العربية السعودية والإمارات من جهة وعلي عبد الله صالح من جهة أخرى، وتمت لقاءات في أبو ظبي في مناطق أخرى. وشخصيا كان لدي معلومة عن لقاء حصل بالفعل في مسقط العمانية في مارس الفائت بين رئيس وفد المؤتمر بمفاوضات الكويت ياسر العواضي والسفير الكويتي في عمان، وكان الحديث يتعلق بمسألة الترتيبات بشأن عملية رفع اسم صالح من العقوبات، ومقابل أيضا أن يقوم بدور ما في مواجهة ميليشيات الحوثي صالح. هذا الأمر قد يبدو أحيانا في وقت الحرب ربما يكون تكتيكا جيدا من أجل تفكيك جبهات العدو والخصم. نعم. لكن عندما هذا التكتيك لم يفضي إلى شيء وانتهى إلى فقاعة كبيرة، كان هناك شكل من أشكال المراهنة على دور لصالح من خلال الفعاليات التي شاهدناها خلال الفترات الماضية والاحتشاد الذي تم بمناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وكان هناك في دوائر خليجية كثيرة، وشاهدنا على مستوى وسائل الإعلام أن هناك من يترقب حدثا فعليا قد يكون فاصلا في صنعاء بين الحوثي وعلي عبد الله صالح، وبالتالي انتهى الأمر إلى أن علي عبد الله صالح ربما كان يمتلك حشود، ربما كان يمتلك كثير من الساخطين والغاضبين، وهم لا يمثلوا المؤتمر الشعبي العام بطبيعة الحال بقدر ما يمثلوا مجموعة اليمنيين الغاضبين من أداء الميليشيات وسيطرها على كل موارد البلاد والثروات ومصادرتها حتى حياة الناس. نعم. لكن أن يأتي هذا العمل الآن أو الفعل الآن لشخص هو في النهاية لا أعتقد أنه يمكن أن يلعب دورا ما كما يراهن عليه، والأمور أصبحت إلى حد كبير، وربما أصبح الخليجيين يدركون هذا الأمر بأن الميليشيات الحوثية تتحكم بمسار الأمور في صنعاء بشكل شبه كامل. القوات العسكرية أصبحت بحوزتهم إلى حد كبير، القوة الصاروخية والخبراء الإيرانيين ومعامل تصنيع وتطوير الأسلحة. إذن ما قيمة نعم سيد عبد العزيز، إذن ما قيمة نعم أستاذ عبد العزيز، إذن ما قيمة إنقاذ الرئيس المخلوع، ما قيمة إنقاذ الرئيس المخلوع وإعادته إلى المشهد إذا كان بهذه الصورة التي تحدثت عنها؟ ربما لا يزال يشاور دوائر خليجية بعض الاهتمام بأن هذا الرجل يمكن أن يلعب دورا ما، وربما يتم المراهنة على إطار الفضفاض ما يسمى بالمؤتمر الشعبي العام الذي أصلا لا يساوي شيء بدون وجود قوات الحرس الجمهوري ومخازن الأسلحة وغيره، وهي الأدوات التي حكم بها نعم. صالح عموما خلال الفترات الماضية وليس المؤتمر الشعبي العام. لكن في نفس الوقت هو أيضا يأتي في سياق نفس المعلومات التي أو المساعي التي تم الحديث عنها خلال الفترات الماضية. هناك تصريحات رسمية لأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، وهو يتحدث عن جهد إماراتي بذل من أجل إقناع المملكة العربية السعودية وروسيا بدور يجب أن يقوم به ابن أحمد نعم. بن علي عبد الله صالح الموجود في أبو ظبي طيب. وأن بقاؤه هناك لم يعد مفيدا نعم. وأنه يجب أن يعود إلى البلاد نعم. بشكل أو بآخر في ظل هذا الظرف القائم الآن وحالة الشتات التي أصابت ربما حتى السعودية من خلال الأزمات الداخلية والأزمات في منطقة مع قطر مثلا وكثير من الصراعات التي تحدث الآن، هذا ربما أحدث شكل من أشكال الإرباك وأصبح الناس يتحدث نعم. عن خيارات ربما أقل وأكثر نعم. ومن هذا القبيل ربما لتخفيف بعض التبعات ومن وما إلى ذلك. لكن طيب طيب استاذ عبد العزيز على القيادات معروف نعم. نعم نعم اسمح لي أعود لسيادة العميد حسن الشهري. سيادة العميد، إذن
رغم حرص المملكة العربية السعودية والتحالف العربي على الرئيس المخلوع، وكما تحدث أيضا الأستاذ عبد العزيز الميدي بأن هناك مساعي إماراتية، كما تحدث وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الخارجية قرقاش بإعادة نيل المخلوع إلى المشهد بصورة أو بأخرى، لكن كل تصريحات وكل خطابات وكل ما يتحدث فيه الرئيس المخلوع يعتبر المملكة العربية السعودية هي العدو الأول والشر المحض بالنسبة لليمنيين. في السياسة يستطيع الإنسان يقول ما يشاء، أنا أتفق الحقيقة مع الأخ عبد العزيز في كثير مما قال. نعم. لكن أختلف معه في أنه هناك اتصالات بين صالح مع السعودية، السعودية لم تقبل ابنه قبل عصفة الحزم علشان تستقبله في آخر عصفة الحزم، وما لقاء مسقط مع السفير الكويتي فليس بجديد. الوقت اليمني بالكامل للشرعية وللإنقلابيين المحتلين في مجموعة صالح والحوثي ومكثوا في الكويت أكثر من 100 يوم، وبالتالي لا غضاضة في ذلك في مثل هذا الموضوع. نعم. إذا كان يتكلم الأخ عبد العزيز عن إنه السعودية لديها ارتباك، هذا الكلام عاري عن الصحة. مشكلتنا مع قطر هو تدخل قطر مع الأسف في الشأن اليمني ومنذ 2004 بشكل رسمي، وأبعد حتى النخب اليمنية عن الحل والعقد اليمني له الحل والحكمة. وعلي صالح هو من أوصل اليمن إلى هذا المستوى مع الأسف، هو من بنى الحوثيين ومن بنى الأحزاب، من بنى كل هذه ما هو الدور المأمول سيادة العميد؟ الدور المأمول الآن من الرئيس المخلوع بالنسبة للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية، هل هي فعلا صفقة سياسية ربما تشهدها اليمن قريبا؟ العمليات العسكرية هي ما يسمى في الاستراتيجية المباشرة. نعم. لخدمة الاستراتيجية الغير مباشرة وهي السياسة، الأعمال العسكرية أداة للسياسة للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليعلم الجميع أنه المملكة العربية السعودية هي من انتزع القرار 22/16 في مجلس الأمن، والذي في فقراته أن علي عبد الله صالح ونجلة والحوثي ضمن هذا القرار ولن يكونوا في السلطة يوم الأيام. ما نستطيع أو يستطيع الكثير من وسائل الإعلام المشبوهة مع الأسف أو مدعومة بالمال القطري هذه لا قيمة لها، العمل في الميدان واضح. إحنا مع مشكلتنا مع الأسف في الداخل اليمني الآن مع الأسف هناك من لا زال دمى في يد الإيرانيين يحركونهم كيفما شاءوا. نعم. إيران لا زالت تستخدم سيادة العميد في هذه الجزئية إذا تكرمت. نعم سيادة العميد في هذه الجزئية، ألا ترى أيضا أن خطوة كهذه يقوم بها التحالف العربي يعني يتدخل بصورة مباشرة لإنقاذ حياة الرئيس المخلوع ووصول وفد روسي هو أيضا يسبب ربما عدم ثقة بين اليمنيين وبين التحالف العربي الذي أتى لإنقاذ الشرعية وضد الإنقلابيين وضد الرئيس المخلوع الشر المحض الذي أوصل اليمن إلى هذا المستوى؟ لا نرجو بالغيب، قد لا يخرج صالح من اليمن، ما يدري ما هو ظروفه الصحية. ثم التحالف ليس في موقف حرب مع اليمن، هو في موقف مساهمة لإعادة الشرعية، وبالتالي الجانب الإنساني مقدم على الجانب العسكري. ثم التحالف جزء من العالم وجزء من لا بد أن يتكيف مع البيئة الإقليمية والدولية، قد يكون ذلك في صالح اليمنيين أنفسهم وليس في صالح غيرهم. علي عبد الله صالح لم يعد يشكل وزن حاليا في اليمن، الانقلابيين الحوثيين بيدهم كامل المفاتيح. علي عبد الله صالح قد تكون ظروفه الصحية ناتجة أنه مشروعه ما تحقق وأنه ما خطط له أمام عينه، وبالتالي انهارت كل أعضاء ووظائف جسمه، وبالتالي النظرة إنسانية بحتة. نعم. طيب أستاذ عبد العزيز المجيدي، بقى صالح ويعني فشل القضاء على ميليشيا الحوثي، أيضا التحركات التي تبدو واضحة العيان في الجنوب لإضعاف الشرعية وتواجد الشرعية في الجنوب، البعض يقرأها بأنها ربما عدم جدية من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ اليمن، ما رأيك؟ تعليقا بسيطا على ما قاله سيادة العميد، عندما يتحدث مثلا عن أن السعودية لا تواجه إرهاب ارتباكا فيما يتعلق بإدارة الملف اليمني والتعامل معه، وأيضا الحديث المتكرر عن قصة قطر وتدخلات قطر، وكأننا نحن الآن نحاول أو كأننا ضحية لصراع بين أطراف خليجية تحاول بشكل أو بآخر ربما تتبارز في ميادين مختلفة ولها أجندتها وحساباتها الخاصة. علينا أن نتذكر فقط أيضا، وهذا تصريح
موجود وموثق للسيد أنور عشقي يقول بأن الإمارات العربية المتحدة وبعلم السعودية دفعت 2 مليار دولار للحوثيين وصالح من أجل الترتيب للأحداث التي تمت قبل الانقلاب في صنعاء، وجرى ذلك بنظر ورؤية الدول الخليجية على رأسها السعودية، وبالتالي كان الهدف إقصاء طرف وما إلى ذلك، طرف سياسي بغض النظر عن الموقف منه أو من يكون، لكن في النهاية كان الهدف بدرجة رئيسية هو الإجهاد على ما تحقق من ثورة 2011 بشكل أو بآخر ضمن سياق ربما شمل المنطقة بشكل كامل، وما حدث لاحقا من خلال ظهور طهران كصاحبة العضلة المفردة داخل صنعاء والحديث عن إسقاط العاصمة العربية الرابعة ربما فاجأ هذه الدول، بدليل أن وهذا يؤكد أيضا بأن هذه الدول يبدو أنها تتعامل باليومية، لا تنظر إلى المستقبل ولا تقرأ الأمور في إطار المخاطر الأمن القومي العربي الذي يمكن أن يتعرض لتهديدات حقيقية من خلال هذا النفوذ وتركيزه داخل هذه البلاد. خلال المرحلة الماضية من الحرب وحتى الآن شاهدنا ترددا كبيرا من قبل التحالف العربي. نحن نتذكر حتى اليوم بأن عندما وصلت القوات الجيش الوطني إلى أول مناطق نهم قبل سنتين من الآن أو سنة ونصف، خرجت وسائل الإعلام الخليجية ومنها أيضا كتاب سعوديون قريبين من صناع القرار السعوديين، وهم يتحدثوا أن الأمور انتهت وأن العاصمة حققت أهدافها وأنه يجب الآن أن نذهب إلى تسوية سياسية لأنه ليس من وظيفتنا الانتصار وتصفية طرف لمصلحة طرف سياسي آخر ضمن إدارة برضو الملف في إطار برضو قصور النظر المتعلق بمسألة المماحكات من أطراف من عدمه. ينبغي فيما يتعلق بجانب الأمن القومي لأي بلد أن يتم إزاحة كل العوامل التي من شأنها أن تخلق شكل من الضبابية في مواجهة هذه المخاطر. الحديث عن إعادة ترتيب الأولويات عندما يكون لديك خصم ثانوي ولديك خصم رئيسي عليك أن تجنب الخصم الثانوي، هذا باعتبار أنه خصم أصلا. لكن ما يجري هو شكل من أشكال حالة من الفوضى في إدارة موضوع الأزمة والحرب، وأن نشاهد أيضا أنقل هذه النقطة أستاذ عبد العزيز في ملفات كثيرة ما يتعلق بالجنوب وما يجري في الجنوب. هل هذا مثلا أنا أسأل سيادة العميد، هل هذا يحدث بدون علم السعودية وبدون رضا السعودية مثلا؟ طيب أوجه هذا السؤال أستاذ عبد العزيز لسيادة العميد. سيادة العميد حسن الشهري، عندما يتم منع رئيس سيادة عبد العزيز اسمح لي ومحافظ المحافظة من إدارة مهام وفي عدل، فمن يمثلها؟ هل قال التحالف للسعادة الشرعية أم لي على التقسيم وتجزية الشرعية وتقسيم المناطق إذا مناطق؟ أنقل هذا التساؤل لسيادة العميد حسن الشهري. سيادة العميد، إذا سمعت تساؤل الصحفي عبد العزيز المجيدي بأن للأسف المملكة العربية السعودية والتحالف يدير الأزمة في اليمن بطريقة فوضوية وربما يتعامل كما يقول باليومية ولا توجد نظرة مستقبلية إلى ما تؤول إليه الأحداث في اليمن، وخير دليل ما يحصل الآن في عدن واستشهد بما هو حاصل الآن، هل هي في صف دعم الشرعية أم في صف دعم الانفصاليين الذين يطالبون بالانفصال في شوارع عدن وبضوء أخضر ربما من الإمارات؟ أولا أنا أود أن لا تقاطعني، قاطعتني أكثر من مرة وأعطيت زميلي العزيز تفضل الوقت لك سيادة العميد. أنا أعتذر ربما سوء يعني تقدير للوقت، لكن سأمنحك الوقت الكافي، تحدث بما تريد. أولا أحترم كل ما قال الأخ عبد العزيز، والمعاناة واضحة في كلامه ومحق في كثير ما قال، ولكن ليس باتجاه بلادي. أولا إن صدر من الزميل أنور عشقي مثل ما سمعت من الأخ عبد العزيز، أنور يهرف بما لا يعرف. يهرف بما لا يعرف. النقطة الأولى. هذه النقطة الأولى. اثنين، إذا كان تصور مع الأسف الصحفيين والنخبة في اليمن إنه عاصفة الحزم قامت من أجل الجهاد على ما تحقق في ثورة 2011، مع الأسف هذا ظلم للواقع وللتاريخ وللجغرافيا وللجوار. عاصفة الحزم أتت بناء على ضوابط وأسس. طلب من الرئيس اليمني، واحد. اثنين، وجود تهديد خطير لليمن بالدرجة الأولى، ثم الأمن القومي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أعلنت إيران أن صنعاء أصبحت العاصمة الرابعة. لماذا نتجاهل مثل هذه النقاط مع الأسف السوداء في التاريخ ونلجأ إلى بعض النقاط الضعيفة التي
يفترض أن يتجاوزها بدل أن نجد ضدها. نعم. ما هدد الأمن القومي العربي مع الأسف منذ بداية الثورة في تونس هم الإخوان المسلمين الذين تبنوا مشروع أمريكي صهيوني بالتعاون مع النظام الفاسد. سيادة العميد حتى لا نتشعب في الموضوع، سيادة العميد أرجوك حتى لا نتشعب في الموضوع، الإخوان المسلمين كنا نفعل حلقة ونتحدث بهذا الموضوع. موضوعنا اليوم هو الرئيس المخلوع وإنقاذ حياته، ربما نخصص حلقة أخرى. أتمنى الإجابة على سؤالي في إدارة التحالف العربي للملف اليمني، وهل هي مساندة للشرعية وتواجد الحكومة في الجنوب، أم هي يعني مساندة أيضا للمطالب التي يطالب بها الانفصاليون؟ العدو قبل الصديق يشهد ما تقول في المملكة العربية السعودية والتحالف، وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات ضحوا بالماء بالدماء أبنائهم وبالمال من أجل الشعب اليمني. ما حدث إلى الآن من عمل من استعادة 85% من الأراضي اليمنية ووجود كثير من الأماكن الاستقرار والبدء في التنمية ومركز الملك سلمان وما نقوم فيه من خدمات، أخي العزيز مع الأسف يظهر بوضوح وجود يمنيون يتاجرون ببلادهم قيادة وشعبا وأرضا، يقبلون الرشاوي والمال الأسود القطري للإساءة للمملكة والإمارات في كل ما يقومون فيه في اليمن ومن أجل اليمن، ومع الأسف من أحزاب من أحزاب معروفة وكبيرة ومؤثرة في اليمن ومن هو محسوب عليهم، تم بتسليم بعضهم مبالغ طائلة تصل إلى عشرات الملايين يسخروا جزء منها لاستهداف المملكة والإمارات إعلاميا. المملكة العربية السعودية لا يهمها ذلك، المملكة العربية السعودية مستمرة في العمل مع الشرعية. الجانب الإنساني الآن مقدم حتى في العمليات العسكرية، عندما تحدث عن وصول القوات إلى مهن فندرك جميعا أنه قبائل الطوق حول صنعاء ويمن كانت ترسم ملامح القيادة في اليمن طوال 50 أو 55 سنة الماضية. نعم. هي من تقف عثرة أمام القوات ولا تريد التحالف ولا الشرعية إزهاق كثير من الدماء في تلك المناطق وهم بمئات الآلاف. نعم. القضية بكل بساطة ما حدث ويحدث كافي للاستمرار من النصر، كافي للاستمرار. هناك مناطق قد يتم التبديل في الاستراتيجية العسكرية من استراتيجية عمليات. طيب. ليتم تحرير تعز، وتعز الآن أصبح تقريبا في معزل بشكل كبير عن الحصار، ثم التوجه إلى بناء الحديدة وقطع آخر شريان أو الحبل السري الذي يمد للإنقلابيين، وبالتالي صعدة صنعاء ستسلم، لأنه من كان عنوانه فلسفة الذرايع وبراغماتيته للمصالح الخاصة سيتخلى عنها، لأن المصلحة الوطنية. طيب سيادة العميد انتهى الوقت، معذرة منك، أريد منك إجابة فقط مختصرة في 30 ثانية، ما الذي يعنيه الرئيس المخلوع الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي بشكل عام؟ في نص دقيقة أختم بها إذا تكرم. لا يعني شيء إلا مريض يتوجب العقل والإنسانية مساعدته فقط. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد حسن الشهري على سعة صدرك وتجاوبك معنا دائما ومشاركتك معنا، وعودة أخيرة أيضا للصحفي والمحلل السياسي عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز كلمة أخيرة فقط، هل باعتقادك إنقاذ حياة الرئيس المخلوع ستحدث تغيرا ما، إما لصالح التحالف والشرعية أم ربما فقط هي عملية إنسانية كما يتحدث عنها سيادة العميد حسن الشهري؟ أعتقد أن مسألة الجانب الإنساني الذي يتحدث عنه العميد هو وتحدثت حتى عنه وسائل الإعلام السعودية وغيرها هو شكل من أشكال تقاطل الله، يعني إلى حد ما التسلية. الجانب الإنساني نحن نشاهد ما يحدث في اليمن وكثير من الكوارث التي حدثت في أثناء الحرب وبعدها، ولم يتم تحريك ساكن. حتى عندما يتم الحديث مثلا عن موضوع تحرير تعز وما إلى ذلك، متحدث الجيش قبل أيام قال بأن هناك فيتو على تحرير تعز، من الذي أصدر الفيتو ومن الذي أوقف فكرة تحرير تعز واستكمالها؟ وهي كما قال العميد مرارا وقالوا كثيرين بأنها هي مفتاح النصر باتجاه صنعاء. عموما باختصار، نعم، ما يتعلق الوقت انتهى. نعم. موضوع علي عبد الله صالح، المسألة ربما جاءت وسط تقديرات تقول بأن الرجل ممكن أن يلعب دور ربما، ومحاولة لإحياء للعب دور، والتوقيت بحد ذاته أيضا
ربما له دلالة ما بحيث جاء في وقت تم استهداف مثلا حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو حزب شريك للشرعية وللتحالف العربي في الحرب القائمة الآن وله مواقف جيدة في هذا الشأن بغض النظر عن الكثير من المعارك. شكرا لك سيد عبد العزيز. وعن نعم. مواقفه، لكن بنفس الوقت ما انتهى الوقت سيد عبد العزيز. دول التحالف حتى الآن لن يفضي إلى شيء وسيبقي الأمور كما هي عليه. شكرا جزيلا لك الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز المجيدي، وكذلك الشكر لسيادة العميد حسن الشيري كان معنا من المملكة العربية السعودية. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.